الفرنسيون كبقية الشعوب يعشقون السيارة ويحلمون بسياقة هذه النماذج الراقية من السيارات، وحينما تمر سيارة جديدة وتتوقف في شارع في باريس يتجمهر حولها الناس ويلتقطون صورا. الشاب الفرنسي أو الأوروبي أو الأمريكي في العشرين من عمره يكون قد شاهد 300,000 إعلان إشهاري تلفزيوني، نصف هذه الإعلانات تخص السيارات. ومع ذلك فحينما تخرج السيارة في وقت واحد تنسد مفارق الطرق وتصبح السيارة ملوثة. ليس بالمجان أن يختار ساركوزي سيارة بوجو 607 بالادين ويمر بجادة الشانزليزي يوم فوزه بالانتخابات الرئاسية، ويودع الرئيس جاك شيراك قصر الإليزي من هذه السيارة من نوع C6. كل الرؤساء الفرنسيين لم يختاروا سيارات صغيرة أقل وزنا وأقل استهلاكا للوقود، لكنهم اختاروا ما صنعته شركاتهم، مثلما يختار أغلب الفرنسيين سيارة ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون. السيارة هي الملوث الأول في فرنسا. يمكن إيجاد سيارات تستهلك لترين أو لترين ونصف في المئة كيلومتر، لكن ذلك لا يتم بمبرر اختيار الزبائن، فهؤلاء حسب مديري رينو وبيجو يفضلون السيارات الضخمة يشعرون فيها بالأمن، أما السيارات الصغيرة فأنها تعطي انطباعا بالضعف. سيارة مثل سمارت قد تكون مهمة لكنها غير مقبولة لأن السائق يرى نفسه فيها غبيا وجد صغيرا. في سنة 2005 لا يمثل بيع هذه الفئة من السيارات إلا 1% من مجمل المبيعات في السوق، مما اضطر أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي للنظر في أفاق صناعة السيارات النظيفة. وقد بدأ الصناعيون الفرنسيون يضعون تصاميم لعربات جديدة تسمى بالعربات الخضراء، رغم كل الأصوات التي تقول بأنه بمثابة وضع جبيرة على ساق خشبية. إجمالاً ستكون كلفة سيارة المستقبل النظيفة مماثلة لكلفة السيارة الحالية، والسبب بسيط ويتمثل في أن القدرة الشرائية للمستهلك ليست مطاطية وغير متناهية، لذا علينا نحن صانعي السيارات إيجاد الحلول التكنولوجية والاقتصادية التي تسمح لنا بصناعة سيارات نظيفة وتنافسية. وستظهر هذه السيارة في أفق 2010-2011، وأن الميزانية الإجمالية المخصصة للبحث والتطوير لدى مجموعة بيجو تروان تقدر بنسبة 4% من رقم الأعمال، وهي نسبة ضمن متوسط صانعي السيارات العالميين، وعلى مستوانا فهي ميزانية تتجاوز الملياري يورو. تفطن الأوروبيون لضرورة التصدي للتحدي الآسيوي، ومن ذلك جاءت مشاريع السيارات المستقبلية أو السيارات البديلة التي لا يمكن أن نقول بأنها ستكون نظيفة 100%. محمد أزاوي من العاصمة الفرنسية باريس.